نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء حالة النشاط. قوموا بالضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على حالة النشاط. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء حالة النشاط، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.